دولتنا تسامى واعتلى واصبح لها فوق الجديد نبوته جد. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الاعزاء، مستمعينا الكرام في كل مكان، التواصل مستمر من هنا من دولة قطر بميدان الشحنية وضمن هذا المهرجان السنوي الكبير الذي يقام على سيف حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. ينطلق منذ لحظات الشوط العاشر في مجموعة الأشواط في سباق هذا اليوم، والشوط العاشر خاص بالقعدان لأصحاب السمو الشيوخ ومن يرقب من أبناء القبائل. نحن نسير في هذا الشوط نشاهد شعرات أصحاب السمو الشيوخ الذي تزين هذا الميدان وتزين هذا المهرجان، ونحن نسير إلى مقدمة الشوط ونستفتح إذاعتنا بمقدمة الشوط في المركز الأول. مليح اللي استفتح إذاعة الشوط لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوب السيد خلف بن حلوان الاكتبي، هو من يتابع مليح اللي احتل المركز الأول. نقلتنا إلى المركز الثاني اللي وصل في هذه اللحظات العوير قادم، العوير مشاهدينا الأعزاء العايدة من ملكية سمو الشيخ عبد الله بن أحمد العلا، وعملية تضميره اللي محتل المركز الثاني في هذه اللحظات. مشاهدينا الأعزاء بنحاول نتعرف على مضمره بينما ننتقل إلى المركز الثالث. المركز الثالث مشاهدينا الكرام وصل في هذه اللحظات مصيحان قادم لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوب، وعملية تضمير عند السيد سعيد بن عبيد الحميري. نقلتنا في هذه اللحظات إلى المركز الرابع، نجد في المركز الرابع القدوم العزاء اللي وصل بقوة قادم شاهين المملوك لهجن الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعملية تضمير عند السيد أحمد بن مطر بن مايد الخيالي. ننتقل إلى المركز الخامس وخامس المراكز، وصل الباز، وصل الباز مشاهدين الكرام العايدة ملكية السيد علي بن مبارك الكاموخة، بينما ننتقل إلى سادس المراكز في هذه اللحظات. مش الخمسة المراكز الأولى تنحصر إذاعتنا للخمس المراكز الأولى، ونسير بكم إلى مقدمة الشوط. الله يا سلام، شوف مليح اللي محتل المركز الأول وسيطر على مقدمة الشوط العايدة ملكيته لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوب، وعملية تضميره عند السيد خلف بن مطر بن حلوان الاكتبي، هو من يعلن عن وجود مليح في هذا الشوط. بينما ننتقل إلى المركز الثاني، شوفوا المركز الثاني اللي وصل في هذه اللحظات اللي قادم شعار سمو الشيخ فيصل بن عبد الله المحلة، وعملية تضميره عند السيد ابراهيم السوداني. ننتقل جاش، شوفوا التحدي عند مقدمة الشوط مشاهدينا الكرام عند اللي هو العوير وايضا ومليح. بينما ننتقل بالمركز الثالث، شوفوا اللي قادم في هذه اللحظات وصلكم اللي هو هملول قادم بقوة. اللي قادم في هذه اللحظات العايدة ملكية المعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد، وعملية تضميره عند السيد سالم بن علي الخصواني المنصوري. بينما ننتقل إلى المركز الخامس في هذه اللحظات، شوفوا الدخول المركز الخامس اللي خذ المركز الرابع، وصل مصيحان في هذه اللحظات لسمو الشيخ مكتوب بن حمدان بن راشد بن سعيد مكتوب، وعند السيد سعيد بن عبيد الحميري. بينما نسير بكم الى المركز الخامس، والمركز الخامس شاهين وصل في هذه اللحظات المملوك لهجن الرئاسه في دوله الامارات العربيه المتحده، والسيد احمد بن مطر بن مايد الخيالي. يا سلام، ولكن وصل ايضا الله اللي ضمن السيد عيسى بن سعيد الخيالي، وصل في هذه اللحظات وخذ المركز الرابع. ننتقل الى المركز الخامس، والمركز الخامس وصل الناوي قادم لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، وعند السيد فهد بن سيفاده الحسين النعيمي اللي خذ المركز الرابع. والمركز الخامس شعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوب، وعند السيد علي بن راشد بن غدير الاكتبي اللي خذ المركز الخامس. هذه نتيجتنا، شوفوا الدخول وشوفوا التسلل وشوفوا القعدان. نسير بكم الى مقدمه الشوط. يا سلام يا سلام، حصل تغيير على المركز الاول، حصل تغيير على مقدمه الشوط اللي قير شاهين في هذه اللحظات، وسعيد بن عامر
الكبر بن دعفوس المنصوري اللي فاجانا من حيث ما نعلم وانتزع المركز الاول، سيطر على المركز الاول شاهين لسعيد بن عامر بن دعفوس المنصوري، واحد من ابناء الشعب مشارك في هذا الشوط. بينما القدوب على المركز الثاني، شوفوا القدوب على المركز الثاني اللي وصل بقوه في هذه اللحظات، نقد قادم نقد، يا سلام يا سلام، وشعار سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوب، وعند السيد محمد بن الشيبه بن علي السبوسي قادم معانق اللي محتل المركز الثاني. ننتقل بالمركز الثالث، في ثالث المراكز في هذه اللحظات الناوي لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوب، وعمليه تضمير الناوي في هذه اللحظات عند السيد احمد بن صهيوك، لا نعم، عند السيد فهد بن حسين النعيمي، وشعار سموحه اللي وصل في هذه اللحظات، يا سلام وصلكم وصلكم اللي هو سياف، سياف غادم لصاحب السمو الامير تركي بن محمد بن فهد ال سعود، والسيد عبد الرحمن العتيبي قادم مع سياف ضيفنا من المملكه العربيه السعوديه الشقيقه، وصل بقوه وانتزع المركز الثاني وحاط عينه عند مقدمه الشوط، حصل تغيير على المركز الاول، شوفوا اللي خطف المركز الاول رياض، يا سلام يا رياض، للسيد حمد بن حسين النعيمي سيطر على المركز الاول، فاجانا من حيث ما نعلم وانتزع المركز الاول والمركز الثاني. سياف مشاهدينا الكرام لصاحب السمو الامير تركي بن محمد بن فهد ال سعود وعبد الرحمن العتيبي، هو من يتابع سياف اللي محتل المركز الثاني. ننتقل بالمركز الثالث، شوف القدوم على المركز الثالث من قبل اللي وصل قازي، قازي في هذه اللحظات لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوب، والسيد عبد الله بن الله عبيد بن شينان، عبيد بن شينان المري وصل في هذه اللحظات. شوفوا التحدي، شوفوا الحماس، شوفوا التحدي القوي، شوفوا المركز الرابع، شوفوا اللي وصل بقوه في هذه اللحظات، مزاحم مزاحم لسمو الشيخ، لسمو الشيخ سلطان بن زايد الهيان، احمد بن خلفان بن صايق المزروعي اللي قادم بقوه واحتل المركز الرابع، ولكن نسير بكم الى مقدمه الشوط، يا سلام بنسير عند سياف وبنسير عند المركز الاول، هناك اللي وصل رياض السيد حسن بن حمد النعيمي في اللحظات الاخيره انتزع المركز الاول في هذه اللحظات، يا سلام، ولكن هني سياف، سياف لصاحب السمو الامير تركي بن محمد بن فهد ال سعود وهالي المملكه يطالبون هذا الشعار اللي محتل المركز الاول، انطلق انطلق، وتضمير عند عبد الرحمن العتيبي، يا سلام، قفل على الشوط، يا سلام يا سلام يا سلام، سلمان بن سلطان العتيبي سلامي عالي المملكه العربيه السعوديه الشقيقه، وتهانينا للمره الثانيه خلال سواق هذا اليوم الى شعار صاحب السمو الامير تركي بن محمد ال سعود، ثاني المشاهدين الاعزاء اللي احتل المركز الثاني في اللحظات الاخيره الحمل القريب سمو الشيخ سلطان بن زايد ال هيان، وفي المركز الثالث ايوه الحمل القريب الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوب، الثالث لسمو الشيخ سلطان بن زايد، الرابع للسيد سعيد بن عامر بن دعفوس المنصوري، وفي المركز الخامس اللي حامل رقم 38 مشاهدي الكرام السيد حسن بن حمد النعيمي واسم رياض. هذه النتيجه لهذا الشوط مشاهدينا الاعزاء، نعود بكم بالتوقيت الزمني، توقيت سياف اللي اختطف المركز الاول، ونقل السلامات لاهالي المملكه العربيه السعوديه الشقيقه من هذا الموقع من ميدان الشحانيه في دوله قطر. نهني صاحب السمو الامير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز ال سعود، ونهني السيد سلمان العتيبي مضمره. هذه لحظات التوقيت الزمني مشاهدي الكرام، 8 دقائق 3 ثواني 14 جزء من الثانيه الثاني مشاهدينا الاعزاء في اللحظات الاخيره اللي هو قاضي لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوب، تهانينا للسيد عبيد بن شينان المري قطع المسافه في 8 دقائق 3 ثواني 23 جزء من الثانيه. ثالثا مشاهدينا الكرام ممزاحم، نهني لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان ال هيان، تهانينا للسيد احمد بن خلفان بن صايق المزروع قطع المسافه في 8 دقائق 4 ثواني جزء واحد من الثانية. في هذه اللحظات نحيل الآن الميكروفون إلى أحد الزملاء. وحب الوطن